طيب هنكمل النهارده ان شاء الله الموضوع بتاعتنا. كنا اتكلمنا امبارح عن الجراب او البوت لودر، صح؟ حد فاكر؟ ها، وكنا اتكلمنا وقلنا ان البوت لودر عندك كل وظيفته في الدنيا ان هو يلود الكيرنل بتاعك، وان البوت لودر بتاعك مقسوم لجزئين، الجزء الاول موجود في الام بي ار والجزء الثاني ها موجود على الديسك تحديدا تحت سلاش بوت. وان البوت لودر بتاعك ده الجزء الاول اللي فيه تحديدا كل وظيفته في الحياه ان هو ينده الجزء الثاني اللي هو السكند ستيج. يعني الفيرست ستيج ما بتعملش اي حاجه غير انها تنده السكند ستيج، تمام كده؟ طيب ممتاز جدا. السكند ستيج بقى عباره عن مجموعه ملفات موجوده تحت سلاش بوت. ملف الكونفيجريشن بتاعك هتلاقي متاخد منه سوفت لينك محطوط في اي تي سي، تمام؟ طيب كلام جميل. واتكلمنا امبارح ازاي نعمل ريجينريت مره ثانيه لمين؟ لملف الكونفيجريشن بتاع الجراب في حاله ان هو بقى فيه مشكله، او ها ان انت حبيت تعدل فيه بايدك خلاص كده. وقلت لك ان اي حاجه تعدلها بايدك في الملف ده مش هتثبت لو عملت جنريت الملف مره ثانيه، فكنت بتضطر تعدل انهي ملف اللي موجود في اي تي سي سيس كونفج، تمام كده؟ وكنا خدنا لاب بسيط كده على السريع على ها ازاي ان انت ايه ها تريكفر روت باسورد، صح؟ مظبوط، كويس. مهاب صاحي معانا هو انه لسه فايق؟ طيب كلام جميل. حلو. بما اننا بدانا موضوع الترابل شوتنج فاحنا في عندنا لسه لابين كده سهلين جدا. اللاب الاول ازاي انا ريستور الجراب في حاله ان هو بقى فيل، خلاص. اللاب الثاني ازاي ريستور برضو الباسورد بتاع الروت في حاله ايه ان انا معايا ريكفري سي دي او معايا الاسطوانه اللي بانستول منها الاوبريتنج سيستم، خلاص. يعني ممكن واحد فيكم يقول لي طب افرض انا يا عم نسيت الباسورد بتاع الجراب نفسه، يعني باسورد الجراب نفسها انا نسيتها، فانا بقيتش عارف اعدل في 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 الجراب. طيب تعال ممكن ناخد لاب ثالث كمان اللي هو ايه ازاي اسيت باسورد للجراب نفسه، تمام كده؟ يعني تعال نتكلم على الجراب، نتكلم في ثلاثه سيناريوز. الاولين ان انا احط باسورد للجراب كمان، خلاص. اللاب الثاني ان هفترض ان انا نسيت الباسورد بتاع الجراب والباسورد بتاع الروت، فانا عايز اريكفر الاثنين، ماشي. اللاب الثالث ايه؟ اللاب الثالث كنا قلنا ايه يا سيدي؟ انا نسيت اصلا. حد فاكر؟ شكلكم كلكم نايمين، صح؟ وانا كمان نايم معاكم. لا انا قلت ريكفر من السي دي. الحاجة التانية نسيت الروت باسورد حتى لو كان نسيها، سواء بالنسبة للجراب او للاكاونت بتاعه، ده اللي اقصده كمان تحديدا. يعني ايه كمان؟ وان انا اعمل رينستول للجراب، بما انكم كلكم نايمين، ان انا اعمل رينستول للجراب. اعمل رينستول هنا اقصد الفيرست ستيج، لان السكند ستيج الموضوع بالنسبه لها بسيط. السكند ستيج يا عم عباره عن ملف الكونفيجريشن اللي بيتعمل له لود. فملف الكونفيجريشن ده ممكن تعمل له حتى جنريت على اي مكنه وتعدل بايدك وتظبطه وهيمشي معاك زي الحلاوه. بس الفيرست ستيج لو وقفت مش شغاله فساعتها اصلا مش تعرف تبوت المكنه دي كده. البوت لودر اصلا الفيرست ستيج انت اصلا مش هتعرف توصل للسكند ستيج اساسا. الفيرست ستيج اصلا مش هتلود عشان توصل لمين؟ للسكند ستيج. حلو جدا. طيب كده عندنا ثلاث لبات للترابل شوتينج، تعالى كده نحطهم كده على جنب عندنا ون ايه ونتكلم عليهم. اللاب الاول اللي هو مين؟ رينستول الفيرست ستيج. ماشي كده. اللاب الثاني عشان ما ننساش ان انا ست الجراب باسورد عشان احميه، عشان مش اي حد يكون له فيزيكال اكسس على المكنه، هوب يريبوت، هوب يعمل ايه
يغير الباسورد بتاع الروت كده طالما له فيزيكال اكسس. الحاله الثالثه ان انا ايه اريسيت الباسورد سواء بالنسبه للجراب للروت اكاونت الاثنين مع بعض ماشي كده. في عندي لاب رابع وده اللي هبدا بيه النهارده. عندي لاب رابع كمان عايز اكلمك عليه ازاي اعمل ديسيبل ده الت وكنترول وديليت خلاص كده. ازاي اعمل ديسيبل الت وكنترول وديليت تمام كده. طيب كلام جميل ماشي. دي الموضوع بتاعتنا بتاعت النهارده او بلاش النهارده كمان يعني دول ترابل شوتينج كلهم ترابل شوتينج صح. ناخدهم النهارده ولا نسيبهم مع بقيه ترابل شوتينج؟ طيب بصوا خليها بظروفها بقى خليها بظروفها لان انا عايز اتكلم في موضوع ترابل شوتينج دي هنتكلم فيها كتير قوي يعني اعتبر النهارده وبكره دول اليومين العالميين بتوع ترابل شوتينج واحنا شغالين خلاص. دول اليومين العالميين بتوع ترابل شوتينج فايه يا اما هخلي ترابل شوتينج كله على بعضه كده يعني خبطه واحده كله عملي على بعضه يا اما هاخد موضوع جديد كده صغير عشان ايه اقدر اجمع بقيه موضوع ترابل شوتينج معاها يبقى كلها مره واحده ماشي. طيب كلام جميل جدا ده بالنسبه للجراب على كده ايه حلو جدا ده كلام ممتاز جدا. تعالى كده بص لي كده اي مكنه عندك اي مكنه هتلاقيها جايه لينكس كده على طول. لو انت جيت كده للمكنه دي انت كده نروح للتي تي واي مثلا الت كنترول اف 2 في وسط ما احنا شغالين كده روت والباسورد بتاعتي اهيا وعمال شغال والدنيا معايا تمام. لو انت جيت كده ضغطت الت كنترول ديليت ايه اللي هيحصل للمكنه بتاعتك؟ بص كده انا ضغطت الت كنترول ديليت بس انا ضغطت الت كنترول ديليت المكنه اهو عملت ريبوت على طول مباشره. طبعا ده بالنسبه للبرودكشن سيرفر دي حاجه كارثيه يعني انت بتتكلم في كارثه. برودكشن سيرفر شغال اليوزرز كونكتد بيه هوب يروح داخل لك واحد داتا سنتر بتاعتك ويروح ايه الت كنترول ديليت عمل لك ريبوت لكل حاجه مع السلامه متشكرين قوي. ويا سلام بقى لو انت ابن حلال كده ومشغل السيرفر ده فيزيكال سيرفر وعليه بتاع 15 في ام ولا 20 في ام وال20 في ام دول عليهم بقى السيرفيس بتاعتك الدي اتش سي بي والدي ان اس والاف تي بي والويب سيرفرز بتاعتك. بص انت عامل هيصه على السيرفر ده يعني انت جايب فيزيكال سيرفر كده محترم وليكن 256 جيجا رامات و2 سوكت او 2 بروسيسورز وكل بروسيسور 8 كور او 12 كور ولا حاجه وحط عليه كل شغلك يا سيدي البس بقى يا معلم. فدي حاجه يعني حاجه سيئه جدا. دورك كسيستم ادمن ان انت تعمل هاردنينج للسيرفر ده ان انت تمنع الت كنترول ديليت دي ان هي تشتغل ان انت تمنع الت كنترول ديليت دي ان هي تشتغل. تعالى كده لو قلت له كده جريب داش اي ديليت او دل من اي تي سي وبالمناسبه فاكر جريب دي لو قلت له كده جريب داش اي ار ار كان معناها ايه ريكيرسيف فاكر واي معناها في حاجات كتير قوي كده هنا. طيب خليها كده ديليت في حاجات كتيره جدا ظهرت عندي. طيب تعال ناخد الكلام ده كده على لس هتلاقيها فين يا سيدي فين 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 وبلاش اي ار كمان خليها لي كده برضه لسه في ملفات كتيره قوي لسه في حاجات كتيره قوي فيها كلمه ديليت دي. ها حد عنده اي فكره ممكن اوقف دي ازاي؟ ها حد عامل مع ريل 6 او ريل 5 عنده اي فكره اوقف دي ازاي؟ طيب تعالى اعمل كده جريب من اي تي سي عندك سيستم دي
وعندك كمان init له كده cd etc systemd grep dash i delete كده من كل الملفات اللي موجودة عندك وخليها dash ir. ها طيب حلو قوي. طب etc sysconfig هل في هنا حاجة بتمنع alt control delete؟ حلو قوي حلو ده الكلام ممتاز. طب انا مش لاقي حاجة يعني مش لاقي انهي واحدة فيهم او ايه اللي بيمنع ايه اللي بيمنع alt control delete؟ ايه اللي بيمنع الت كنترول ديليت ديت؟ طب ليه الت كنترول ديليت شغاله؟ انا عايزك تشغل مخك الاول قبل ما اقول لك على الحل بسرعه كده. عايزك تشغل مخك ليه الت كنترول ديليت شغاله؟ ها حد يفكر بسرعه كده او تفتكر اصلا اوقفها ازاي؟ ايوه انا عارف ان هي شغاله عشان تريستارت المكنه بتاعتك. انا عارف ان هي شغاله تعمل ريستارت. هي هتعمل ريستارت الانت. تفتكر الانت هي السبب؟ فكر كده بسرعه. ها في واحد ممكن يفكر يقول لك انا عايز اعمل لها ديسيبل فانا اخلع زرار ديليت من الكيبورد يبقى كده منعها. بصراحة تفكير فظيع يعني. ها فكر كده. هي ايه المفروض اللي مشغل لي الت كنترول ديليت دي؟ مين اللي هيستنى الت كنترول ديليت عشان ايه يكلم بقية البروسس اللي موجودة عندك؟ مين اللي هيستنى كده الايفنت ده اول ما يحصل؟ الكيرنل تفتكر؟ تفتكر الكيرنل؟ سيستم دي. والله دلوقتي بقى عندنا شويه اراء. انت قلت ثلاث اراء دلوقتي، سيستم دي والانت والكيرنل. ها مين اللي مؤيد للراجل ده؟ انا عايزك تبدا تفكر بشكل لوجيكال بقى. عايزك تبدا تفكر بشكل لوجيكال كده. ها مين اللي مؤيد للراجل ده الاول اصلا؟ مين اللي مؤيد لسيستم دي ومين اللي مؤيد للكيرنل؟ مين اللي مؤيد للسيستم دي ومين اللي مؤيد للكيرنل؟ مش هي مؤيد للكيرنل. طيب ماشي الناس كلها نايمه صح؟ ان التاب الفايده من الت كنترول ديليت. الفايده من الت كنترول ديليت ان انت تعمل ايه؟ ان المكنه تعمل ريبوت. حلو. طيب هو السؤال، انت لما تعمل الت كنترول ديليت يعني بشكل منطقي كده بعد ما اتكلمنا فيه امبارح، بشكل منطقي كده لما المكنه بتعمل او لو انت ضغطت الت كنترول ديليت ايه اللي بيحصل؟ تعالى كده اوريك بنفسك. تعالى كده جرب مره ثانيه كده. روح كده للترمينال وفرضا انت شغال اهو وبتعمل كل حاجه عندك تمام، وهوب رحت ضغط الت كنترول ديليت كده. بص ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل بكل بساطه ان في حاجه هتبدا تنده على بقيه البروسيس او السيرفيسز اللي عندك تقول لها وقفي. الله يفتح عليك، اخيرا في حد بدا يتكلم. ده عمل انيشيت لحاجه كده شبه انت 6.
او ران ليفل 6 لو انت شغال انت صح. يبقى دلوقتي الموضوع مش كيرنل خالص منطقيا، طالما ده انده على السيرفيس يقول لها وقفي، معنى كده الموضوع ما بقاش ريليتد بالكيرنل، يبقى احنا كده اول احتماليه لغناها. يبقى انت كده عندك دلوقتي الاحتمال الثاني هو ايه؟ يا اما انت يا اما سيستم دي صح. قلت لك ان انت اصلا مش هي اللي شغاله عندنا في ريل 7، يبقى الحل فين؟ في سيستم دي يا معلم، اكيد الحل في سيستم دي، خلاص الموضوع منتهي. يبقى لو انت كنت شغال ريل 6 هتبقى المشكلة عند مين؟ عند انت، يبقى تدور في انت. طب انت شغال ريل 7 يبقى المشكلة فين؟ في سيستم دي. حاجة منطقية جدا اهي، من غير بقى يعني بغض النظر انت عارف ولا مش عارف ايه اللي بيحصل، انت من غير اصلا ما تكون عارف ولا عندك اي تخيل اساسا ممكن تطلع الاجابة. حلو؟ طيب حلو قوي التفكير المنطقي ده. انا قلت لك امبارح ان ملفات سيستم دي موجودة فين؟ والله قلت لك موجوده امبارح في اي تي سي سيستم دي، فاكر؟ وقلت لك ان الحاجات اللي موجوده هنا كلها عباره عن، كانت عباره عن ايه؟ لو جيت كده جوه سيستم ده عباره عن ايه؟ سوفت لينك صح. طيب حلو قوي، بص كده سوفت لينك لمين يا عم؟ ليوزر ليب سيستم دي سيستم، وبعد كده السيرفيس اللي موجوده عندك او التارجتس اللي موجوده عندك. طيب بص كده دلوقتي لو جيت اقول له كده grep داش اي ديليت من يوزر شير، لا يوزر شير ايه، يوزر ليب سيستم دي سيستم، وخليها grep داش اي ار اهو، طيب حتى مش لاقي لي اسم حاجه موجوده فيها. طيب تعال كده نخش جواها، طيب تعال نخش جواها كده سي دي كده ال اس داش ال، دي كل الملفات اللي موجوده عندك. بص لي كده لو عملت ليست لكل الملفات ال اس داش ال داش اي دل كده، بص كده هتلاقي ان عندك ملف اسمه كنترول الت ديليت دوت تارجت، ده بيشاور على انهي تارجت او عباره عن سوفت لينك لمين؟ ها سوفت لينك لمين؟ لريبوت التارجت. شفت بقى الحركه اللي هو كان بيعملها؟ طيب تعال نفتح كده فيم كده كنترول الت ديليت دوت تارجت، شايف ايه؟ شايف التارجت ده؟ شايف؟ ها شفت الملف اللي كان مسؤول عن ان انت تعمل ايه؟ ها عن ان انت تعمل ريبوت للمكنه بتاعتك لو ضغطت الت كنترول ديليت. طيب قبل اي حاجه، بس قبل اي حاجه، في ريل 6 عشان بس ما ننساش الموضوع معانا كمان، في ريل 6 عارف انهي ملف كان بيتحكم ان انت تعدل في الانت تاب وتقول له، او في الانت تقول له يا انت اعملي الت كنترول ديليت في ريل 5 اساسا، اسمه انت تاب، انت تاب خلاص. تمام كده، بص كده عندك هتلاقي اصلا في الملف ده الاول كده كنت هتلاقي كده حاجه مكتوبه بالمنظر ده، هتلاقي كده اي دي نقطتين بعد كده الرقم الديفولت ران ليفل اللي بيبدا، ده الديفولت ران ليفل اللي كان بيبدا عندك بالمناسبه يعني خلاص. طيب ما علينا، كنت هتلاقي كده كمان في سطر بيقول لك كنترول الت ديليت، ماشي؟ لو انت في ريل 5 او ريل 6 وعايز في ريل 5 تحديدا وعايز تعمله ديسيبل، خليه كومنتد بس، ضيف له كومنت كده لا اكتر ولا اقل، ماشي؟ طيب
كلام جميل. طيب دلوقتي انا عايز امنع السيستم ان هو ان هو يعمل ايه؟ ان هو يعمل كنترول الت ديليت، صح؟ طيب اعمل ايه تفتكر كده؟ تفتكر ايه المفروض اعمله؟ كاكسرسايز بقى نشتغل عليه كده مع السيستم دي، تفتكر ايه المفروض اعمله هنا؟ خلي بالك ما تنساش، ما تنساش ديسيبل، خلي بالك ده مش سيرفيس، ده تارجت. ما تخلطش بين السيرفيس وبين التارجت. التارجت ممكن تشغل فيه اكتر من سيرفيس، سيرفيس او اكتر. ما تخلطش بين التارجت والسيرفيس. تكمنت ايه بقى بالظبط؟ ايوه تكمنت ايه في الملف بالظبط بقى؟ طيب استنى بس، في حاجه بس ما تنساهاش، في عندك خازوق هنا، ايه الخازوق اللي هنا؟ بص كده الملف ده بيشاور على اي تارجت؟ الملف ده بيشاور على ايه؟ على ريبوت التارجت. معنى كده انت لو عملت كومنت هيأثر في مين كمان؟ هيأثر في الريبوت دوت التارجت نفسه. معضلة صح؟ حاجة غبية جدا. يعني ريبوت التارجت لو انت عدلت في الملف ده نفسه، ما هو يعدل في الملف بتاع الريبوت. معنى كده بعد كده لو قلت له سيستم كنترول ايزوليت او سيستم كنترول ريبوت، ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك معرفش الريبوت ده بيعمل ايه يا عم، صح؟ فالموضوع بقى ايه؟ ها تلبيسه، صح؟ هل تمنع الريبوت اطلاقا ولا تعملها ازاي؟ دي انت مش واضحه، صح؟ مش واضحه. شايف انا بدخلك في ايه؟ بدخلك في سكه لان انا شفتها بعيني، وما كنتش يعني ما كنت بعيني كنت مستغرب من الراجل اللي عملها. يعني انا مش عايز حاجه، انا بوريك ان انت هتخش في معضله بس لا اكتر ولا اقل، عشان ما تجيش في مره كده وتروح ملبس نفسك في حاجه توقف لك حاجه تانية. فاهم قصدي؟ يعني انا بفهمك ان انت ممكن تيجي دلوقتي تعمل كنترول الت ديليت دوت تارجت، تعمل ايه؟ تعدل الملف، بس الملف ده اصلا عباره عن سوفت لينك لملف تاني، فلو انت لعبت في ده ما هو هياثر على التارجت التاني. فاهم قصدي؟ فاهم انا بوصلك لايه بالظبط؟ عامل زي واحد حب يعمل شباك راح خرب البيت وفتحه منطقة للحرامية. فاهم قصدي؟ يعني مش شرط تحل مشكلة تعمل مشكلة تانية أكبر. ما هو مفيش سيرفر في الدنيا يفضل شغال من غير ريبوت. ها؟ خليك فاكر الحكاية دي. تمام؟ طيب حلو قوي، كلام جميل. طيب بس معايا بس ثانية واحدة، بس ثانية واحدة. نرجع تاني كده بسرعة. كان بفكرك تاني كده على السريع. كانت المشكلة عندي ايه؟ ان انت دلوقتي عندك تارجت اسمه ريبود التارجت، وعندك تارجت تاني او عندك حاجة تانية كانت شغالة اللي هي الت كنترول ديليت. لو انت كنت عملت ايه؟ لو انت كنت اتهبلت في دماغك كده وهوب عملت ديسيبل، الدنيا عندك كانت هتبوظ. او انت كنت وقفت الكلام ده كله في الملف وعدلت فيه، الدنيا كانت هتبوظ، صح؟ طيب نرجع تاني بقى لموضوعنا. طيب الوقت اللي انا عمال اضيعه ده كله وعمال اقول لك عليه ليه؟ لان انت دخلت في معضله، صح؟ المعضله ان هي ايه؟ ان انت لو وقفت الت كنترول ديليت ورحت وقفتها بشكل مانيوال هيغير في الملف بتاع تارجت تاني او ران ليفل تاني. طيب يعني عايز تقول لنا ايه بكل بساطه؟ عايز اقول لك ان احيانا، مش احيانا، نادرا جدا 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 لما بتتحط في موقف زي ده، خلاص عندك سيرفيس بتبقى مش عايز تشغلها اطلاقا، عايز تعمل لها ديسيبل ومش عايز تشغلها ولا عايز حد تاني مانيوالي يشغلها.
خلاص مش عايز شغلها ولا عايز اي حد تاني يشغلها. فاكر كنا بنعملها ازاي؟ ها فاكر امبارح؟ فاكر امبارح لما خدنا سيستم كنترول وكنت بقوله كده ماسك للسيرفيس اللي عندي؟ فاكر؟ الله يفتح عليك، حلو قوي. كنت اقوله كده ماسك لمين يا عم؟ كنترول الت ديليت دوت تارجت. عارف الماسك ده كان بيعمل ايه؟ كان بيخلي السوفت لينك دي او الملف ده بيشاور على مين؟ على ديف نال. امال ايه ديف نال ده كمان؟ ديف نال ده يا سيدي عباره عن ملف كده، اعتبره كده زي فجوه زمنيه بكل بساطه. عارف انت افلام الافلام الامريكان اللي بتقعد تشوفها دي ويقول لك الثقب الاسود وبتاع؟ ديف نال ده هو الثقب الاسود. اي حاجه بتبعتها له خلاص اختفت مع السلامه. ده سبيشال فايل قوي. احنا كده اتكلمنا على اربع سبيشال فايلز، ديف راندوم وديف يو راندوم وديف زيرو وديف نال. خليك فاكر ديف نال كده هو ما لا نهايه بالنسبه لك، اي حاجه بتبعتها له. بالمناسبه كمان كام يوم كده لما اقول لك ازاي تمسح فايل بشكل سكيور هقول لك ابعت الملف ده لديف نال وانساه بقى خلاص، مع السلامه كده. تمام كده؟ تمام. فانت لما عملت الامر اللي اسمه ماسك ده، ماسك ده عمل لك ايه؟ ها خلى الملف ده بدل ما بيشاور على ملف تاني خلاه بيشاور على مين؟ على ديف نال. يبقى انت كده حليت المشكله ولا لا؟ اتحلت المشكله صح. طب بص لي كده، لو جيت عملت ليست مره تانية، اعمل لي كده كات. امال ايه اللي حصل كده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ده بيقول لك هنا created sim link for etc system d system control alt delete target to slash dev null. لا معنى كده ان في حاجه ناقصه صح؟ في حاجه كمان ناقصه، لسه في حاجه ناقصه عندنا. عارف هي ايه؟ الاول بس كده، الاول هثبت لك ان في حاجه ناقصه. ها ارجع تاني للترمينال كده، روت وريد هات وهوب اعمل الت كنترول ديليت. الله الت كنترول ديليت ما عادش شغال. طيب هو ما عادش شغال، بس بالمناسبه ده مش الحل الكامل، ده مش الحل الكامل. في خطوة ناقصة كده المفروض بعد ما تعمل حاجة زي كده، طالما انت عدلت في تارجت مش في سيرفس، ممكن تقوله كده، مش ممكن، المفروض تقوله كده سيستم كنترول ديمون ريلود، عشان يعمل ريلود لكل الكونفيجريشن فايلز اللي انت عدلتها دي. تاني بعد ما تعدل في اي تارجت، المفروض بعد ما تعدل تعمل ديمون ريلود. خلاص كده هيروح يعمل ريلود للكونفيجريشن فايلز اللي انت عدلتها كلها مره ثانيه. ال اس داش ال كده بالمناسبه هتقول لي لو جيت عملت كده ال اس داش ال الت كنترول ديليت دوت تارجت لسه بيشاور على ريبوت دوت تارجت صح؟ هو ده اللي محيرك قوي. تمام. طيب كلام جميل. بص لي هنا كده ايه ده؟ ده اللي موجود في يوزر ليب سيستم دي. طب بص لي هنا كده اللي موجود في اي تي سي سيستم دي سيستم شفت؟ ها وضحت الحته دي. يبقى لما احنا عملنا له ماسك ما عدلش الماسك في المكان الاصلي. انا قلت لك اللي موجود في يوزر ليب ده ما بيتعدلش، ده بياخد منه دايما سوفت لينك فين؟ في اي تي سي. فلما انا عملت له ماسك عدل في انهي نسخه يا معلم؟
في اللي موجوده في اي تي سي، انما ما راحش عدل في الاصليه اللي موجوده فين؟ في يوزر لب. ها النص واضحه مع الحته دي؟ واضحه الحته دي ولا لا؟ ها اعيد تاني ولا مفهومه؟ تاني خليك فاكر دايما، خليك فاكر دايما ان كل ملفات سيستم دي الاصليه موجوده فين؟ موجوده في يوزر لب سيستم دي اهو. طب لما تيجي تاخد اي سيرفيس وتشغلها ولا اي تارجت وتشغله او اي تعديل وتعمله، التعديلات بتتم فين؟ في نسخه سوفت لينك منها محطوطه فين يا عم؟ سوفت لينك فقط في اي تي سي سيستم دي، مش نسخه اصليه. حلو. طيب دلوقتي انا عملت ماسك للسيرفيس، هيعدل في انهي واحده؟ في الاصليه اللي موجوده في يوزر ليب سيستم دي، ولا هيعدل في السوفت لينك نفسه اللي كان موجود في اي تي سي؟ هيسيب الاصليه زي ما هي، مش هيقرب لها، هيعدل السوفت لينك. بدل السوفت لينك بص لي كده، لو جيت قلت له كده ال اس هنا شايف بيشاور على مين؟ طب لو جيت اقول له كده سيستم كنترول ان ماسك لكنترول الت ديليت دوت تارجت، وجيت عملت ال اس داش ال مره تانية، ايه اللي حصل؟ شال السوفت لينك اصلا، خلاص شاله اصلا. وصلت؟ معنى كده ان هو دلوقتي هيبص على انهي واحد؟ هيرجع يبص على الاصلي اللي كان موجود فين؟ ها اللي كان موجود في يوزر، في يوزر ليب سيستم دي. انما لو انت عملت كده سيستم كنترول ماسك، وطبعا المفروض بعدها تعمل، بدل ما انت عدلت في اي تارجت، طالما عدلت في اي تارجت فايل المفروض بعد كده تعمل ديمون ريلود بعدها. المره دي عمل ايه؟ خلاه يشاور على ديف نل. طيب ده يوصلنا لنتيجه تانية مسبقه، ده يوصلنا لنتيجه تانية مسبقه اللي هي ايه؟ سيستم دي وهي شغاله الاول بتبص على اي حاجه موجوده فين؟ في اي تي سي. لقيتها موجوده هنا، والله خير وبركه وزي الفل، هاخد السيتنج من هنا. طب افرض ما لقيتهاش موجوده هنا، هتعدي على اللي بعدها اللي موجوده فين؟ في يوزر لب سيستم دي، اي تي سي سيستم دي طبعا اهو. وضحت الحته دي ولا لا؟ اتفهمت ولا لا؟ ها لو حد عنده اي مشكله يقول لي. يبقى الدرس اللي اتعلمته من الحته الصغيره دي حاجتين، ثلاث حاجات مبدئيا، ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه انت تفكر بشكل لوجيكال، الحته الاولانيه تفكر بشكل لوجيكال، ايه اللي كان المفروض مستني منك حاجه عشان يطبقها؟ مين اللي كان مستني انت تدخل له الت كنترول ديليت عشان ينده على بقيه السيرفيسز؟ ده اول درس تبدا تفكر بشكل لوجيكال. بقى الحاجه الثانيه اللي هي ايه؟ ان مش عشان اشغل حاجة اوقف التانية، خلاص؟ يعني مش انا اوقف الت كنترول ديليت اوقف مين؟ ها ريبوت دوت تارجت. فانت ما كنتش بكل ذكاء كده تروح تعدل في الملف ده اللي هو الت كنترول ديليت وهو اصلا كان بيشاور على ريبوت دوت تارجت، لانك لو كنت عدلت فيه كنت هتبوظ التارجت اللي اسمه ريبوت. معنى كده ان انت كل ما تيجي تعمل ريبوت للمكنة عن طريق التارجت ده كان ريبوت هيقف. وطبعا انا ما شفتش سيرفر في التاريخ كله شغال من غير ريبوت. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث، ها او الحاجه الثالثه، ان سيستم دي لما بيجي يتشيك الكونفيجريشن بيبص الاول على اي تي سي، لقى اي حاجه في اي تي سي بيبقى ليها اولويه وبيتعمل لها ابلاي الاول، ما لقاهاش في اي تي سي سيستم دي هيرجع يبص على مين؟ على يوزر ليب سيستم دي. ودي الحاله اللي كانت موجوده عندنا اهو. لما انا كده قلت له ان ماسك للسيرفيس، ان ماسك
وجيت ابص على الملف ده قال لي مش موجود. طب انا لو جيت دخلت قط كنترول ديليت هتشتغل معايا؟ اه هتشتغل رغم انه مش موجود في اي تي سي. هقول لك استنى بس، ما هو دلوقتي هو مش موجود في اي تي سي صح؟ طب ما سيستم دي لو ما لقيتوش في اي تي سي هتروح تحاول تعمل لود من هنا. لما انت جيت عملت له ماسك، ها لما انت جيت عملت له ماسك ايه اللي حصل؟ راح رايح عامل سوفت لينك منه وحاططها في اي تي سي. في الحالة التانية لما جيت تشتغل راح رايح على اي تي سي لقى موجود، راحت اي تي سي واخدة اولوية عن مين؟ عن يوزر ليب سيستم دي. ها وضحت الحتة دي؟ وضحت الحتة دي ولا لا؟ معلش كان لازم اجيبها لكم الطريقة اللفة دي، بس عايز اقول لك ان لحد النهاردة ما شفتش ولا واحد شفته فاهم الحتة دي كويس. كل الناس بيقعوا فيها وكل الناس بيشتكوا منها، فانا كان لازم البسك ارشقك في الخازوق عشان تتعلم انت ما ترشقش فيه بعد كده. معلش انا عارف ان هي كده، هي ما بتجيش الا كده بصراحه، فاعذرني يعني. خلاص ايه اللي ليه كده؟ ايه اللي ان انا برشقك في الخازوق؟ لو كنت قلت لك من الاول ما كنتش هتستسيغ الامر. انا بقولك فعلا والله ما كنتش هتستسيغه ابدا، دي عن تجربه شخصيه يعني. لا البحث بيتم في اي تي سي الاول، ما تخلطش، البحث بيتم هنا الاول، بيدور على الملفات بتاعتك بتاع السيرفيسز وبتاع التارجتس في المكان ده، لقاها هي اللي بتاخد الاولويه عن مين؟ عن المكان ده. طب لو ما لقاهاش، لو ما لقاهاش هنا في اي تي سي خلاص يروح يدور في يوزر. حلو تمام. الله يفتح عليكم. بس دي الحته بس اللي ايه اللي والله انا نمت امبارح وكنت بفكر ازاي اقولها لكم اساسا عشان يعني ما تلبسوش فيها، بس هي فعلا هي ده الشكل الوحيد اللي ممكن تيجي بيه كده، ما ينفعش تيجي بشكل تاني غير كده. خلاص طيب كلام جميل جدا. يبقى اللاب الاولاني اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده كده الحمد لله خلصناه. ما تنساش، خليك فاكر دايما لو انت بتعمل ماسك السيرفيس زي مثلا الكرون، زي الاس اس اتش، زي الويب سيرفر، زي الاف تي بي سيرفر، زي النتورك، زي اي حاجه، مش محتاج تعمل ديمون ريلود. لكن لو عدلت في اي تارجت، يعني لو رحت للتارجت اللي اسمه جرافيكال دوت تارجت سي دي سيستم دي سيستم دي ال بي دبليو دي كده CD System لس كده Graphical dot target، ده ملف Graphical dot target صح؟ اهو لو رحت عدلت في الملف ده، ملف التارجت نفسه، ما تنساش وانا بأكد بركز عليك اهو وبأكد عليك، طالما عدلت في ملف التارجت ما تنساش تعمل ايه؟ ها Daemon Reload عشان يأبلاي اللي انت عملته ده للتارجت كله كامل. خلاص كده؟ لا الكلام ده لا ينطبق على 5 ولا على 6، الكلام ده لا ينطبق على 5 ولا على 6، عشان كده انا مركز عليه جدا. لانه لسه جديد على الناس وهتلاقي الشرح بتاعه قليل جدا على النت، حتى هتلاقي ناس قليله جدا في يعني اللي شغالين بايديهم عملي في المجال هتلاقيهم قليل جدا اللي عارفين او مش عارفين اللي هم فاهمين الحكايه بالشكل دول. فانا عشان بس ايه انا عايز افهمك مش اكتر، لا ولا اكتر ولا اقل. انا كنت ممكن اقول لك سيستم كنترول ماسك وعملت لك ديسيبل وخلاص، بس انا كنت عايز اوصلك حته ان اي تي سي بتاخد اولويه عن يوزر خلاص بشكل عملي. فاخدت لك ده كمثال بس ايه وكتجربه عمليه، وخدتها مع تارجت وليس مع سيرفيس، لانها يعني مش اصعب شويه، فيها فكره شويه عن مع سيرفيس. لو مع سيرفيس بعمل ماسك وخلاص مش محتاجه اي فهم، فانا كنت متعمد ان اعملها مع تارجت تحديدا يعني. ماشي طيب كلام جميل الحمد لله. اللي انا كنت عايزه كده واللي انا كنت يعني بفكر ازاي اوصله لك وصل كده ممتاز. الحاجه اللي بعدها فريل 6 بقى. فريل 6 لو عايز تعملها فريل 6 يا سيدي هقول لك كده تعالى كده هكونكت معاك الاول. انا عندي مكنه علي عندي لايف سيرفر هنا هو موجود، هتلاقيه موجود تعالى كده يا سيدي
انا في عندي لايف سيرفر اهو بالمناسبه. السيرفر ده انا مشغله ان اف اس. السيرفر ده انا مشغله ان اف اس. لو جيت اقول لك كده فريل 6 فريل 6 لا 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 فريل 6 لو جيت اقول له كده LSP release dash A اللي هديها لك عليها النهاردة او هكلمك عليها النهاردة. السيستم ده عبارة عن Red Hat Enterprise بالمناسبة سيستم Operational Server 6.8 ده most up to date بالمناسبة كمان. ايه تاني؟ السيستم ده على فكرة بالمناسبة subscribed من Red Hat ATC كده yum.rebus.d. السيستم ده سبسكرايب من Red Hat كمان فعندي تقريبا كل حاجه من Red Hat اهي. ما علينا. حاجه بس عايز اقولك عليها ان لو انت عايز تسيبه للكلام دون فريل 6 CD ETC هتلاقيه موجوده في انت اهو خلاص كده. هتلاقي فيه عندك ملف اسمه فين جريب كده داش اي ار ديليت من استريك هنا اهو ملف اسمه كنترول الت ديليت اهو كنترول الت ديليت. حد شايفه اهو؟ شايف الملف ده فريل 6؟ افتح كده الملف ده كنترول الت ديليت دوت كونف. عايز توقف الكلام دون تعال للسطر ده كده واعمل له كومنت لا اكتر ولا اقل ها يبقى فريل 6 لو عايز تمنع الت كنترول ديليت اعمل ايه؟ روح للملف اللي موجود فين يا سيدي اهو تاني هتلاقيه موجود في اي تي سي انت اسمه كنترول الت ديليت دوت كونف. خلاص وهتعمل ايه؟ روح للسطر دون بيقول لك start on control alt delete اعمل execute للامر ده. ففريل 6 اسهل الموضوع سهل. فريل 7 على فكره بالمناسبه سهل هو كمان. فريل 7 انت عشان تعمل له disable طالما انت فاهم اللعبه ايه اللي بيحصل في الباك جراوند خلاص نفذ الامر على طول system control mask control alt delete دوت تارجت بس خلاص شكرا. يعني فريل 7 اسهل كمان مش محتاج لا تفتح ملف ولا تقفل ملف ولا تعدل اي حاجه. الامر بتاع الماسك وخلاص شكرا يا عم مش عايزين اكتر من كده. وصلت؟ ها يبقى الوقت لو عندك مكنه ريل 6 تعرف تعمل ديسيبل للكنترول الت ديليت ولو عندك مكنه ريل 7 تعرف تعمل ديسيبل للكنترول الت ديليت. اعتقد الدنيا بقت واضحه اهي. حد عنده اي مشكله؟ طيب كلام جميل. تعال اعمل ديسكونكت كده. طيب ممتاز. اقفل التيرمينال ده مش محتاجه. طيب الحمد لله ماشي. اللي بعده تعال نتكلم النهارده ان احنا بقى اتفقنا هنخلي الترابل شوتينج كله كده في يوم واحد. الترابل شوتينج كله في يوم واحد خلاص. هكلمك النهارده على موضوع تاني خالص اللي هو النتورك مانجر. النتورك مانجر خلاص. النهارده هناخد جزء الكونفيجريشن البسيط وان شاء الله بكره هيبقى الترابل شوتينج وخليه مع الجراب. يبقى كده بكره اليوم بكره عباره عن ترابل شوتينج بس. اليوم بكره عباره عن ترابل شوتينج فقط تقريبا. مفيش بكره اي شرح نظري ان شاء الله. يبقى كله من اوله لاخره ترابل شوتينج. تمام كده؟ طيب هكلمك النهارده عن نتورك مانجر. الحاجه الثانيه او تاني اكتر حاجه اتغيرت ما بين ريل 6 وريل 7 خلاص. في ريل 6 النتورك مانجر بدا يظهر. ها كان لسه يعني مجرد مقدمات بس. لما حتى كنت بتشتغل كنت بتلاقي كل الكتب بتقول لك على طول اسهل حاجه اعمل ديسيبل نتورك مانجر ده واشتغل بالسيرفيس اللي اسمها النتورك العاديه. تمام. والناس كلها بصراحه كانت بتهرب منه. انا عن نفسي انا بتكلم عن نفسي بصفه شخصيه انا كنت بهرب منه يا سيدي. وليه كنت بهرب منه؟ لان النتورك مانجر ده لا على ما انا افتكر كويس جدا اول ما ظهر اول مره كان بيظهر فيها او اول ما ظهر فيها ظهر او يعني اول ما اشتغلت عليه بشكل عملي فعلا كان في دوره 9 بدا يظهر فيها. في دوره 10 لما نزل
طلع ميتين اللي خلفونا، نفخنا بصراحة في دور عشرة دي والله العظيم، كان في كمية باجز ما حصلتش، كل حاجة بتعملها فيها باجز، بالذات لما كان عندك لابتوب ولا حاجة وبتكونكت على الواي فاي، تخيل كونكت على الواي فاي، اقفل شغل الواي فاي مرة تانية، هوب ضرب كراش، لازم تعمل ريبوت للمكنة، السيرفيس كلها خلاص حرفيا بقت ديد. كانت مأساة فعلا، الناس اللي كانوا اشتغلوا في دور عشرة دول كانت مأساة بالنسبة لنا نتورك مانجر. فانا بصراحة كنت كارهه جدا 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 من اول في دور عشرة حد في دور 16 مثلا ولا حاجة، لا في دور عشرة مش في دور 20، في دور 20 ايه يا عم، في دور 10 والله العظيم 10 خلاص، انا قديم قوي. انا شغال نقام في دور الكوره على فكره، في دور الكوره 3 ودور الكوره 4 من زمان قوي الكلام ده، بس هو فعلا اول ما بدا يظهر في الوقت ده مع في دور 10 كانت مأساة بالنسبه لنا تمام. فكان اسهل حاجه بعملها هوب اقفل يا عم النتورك مانجر ابن الكلب ده، هتقعد تعذبنا في حياتنا ليه، اقفله خالص وارجع للسيرفيس اللي اسمها نتورك الاستيبل واشتغل عليها والدنيا تمام او زي الفل كده خلاص. طيب اللي حصل في ريل 6 ان هم بدأوا او من اول في دورة 16 كده بدأوا يشتغلوا بشكل اكستنسيف جدا على النتورك مانجر اللي كان فيه كمية مشاكل كبيرة جدا دي خلاص، اشتغلوا عليه فعلا فعلا يعني، خلاني نتكلم بالحقيقة عملوا شغل فيه شغل رهيب تمام. طيب البجز اللي كانت موجودة تقريبا اتحلت كلها، الفيتشرز اللي كانت موجودة فيه لو كانت وقتها عبارة عن واحد في يعني الفيتشرز كانت موجودة وقتها فيه او الفيتشرز كانت موجودة وقتها في النتورك مانجر كانت لا تزيد عن 10% من اللي موجود من اللي موجود دلوقتي، حتى ما تكملش 5%. طيب هو ليه اصلا او ايه النتورك مانجر ده اساسا، انا هكلمك عمال نتكلم عن النتورك مانجر، ايه موضوع النتورك مانجر ده؟ بص يا سيدي انت اي مكنه في الدنيا عندك، اي مكنه في الدنيا او اي جهاز في الدنيا النهارده مفيش جهاز كده بتجيبه تشغله ستاند الون وتقعد قدامه كده وخلاص، انت يوزر كده بتقعد تشتغل مع الجهاز ده وخلاص، الجهاز ده بشكل ما لازم يكون واصل فين، على الاقل بالشبكه، يا اما بانترنت يا اما بشبكه داخليه، الله اعلم هو شغال بايه مش فارق معايا، يا اما شبكه داخليه يا اما شغال وصل بالانترنت يا اما، المهم في الاخر في الاخر اجمالا كده لازم هيكون وصل بايه، بشبكه ما تمام كده. طالما وصل بشبكه ما معناها ان الجهاز ده اي جهاز وصل باي شبكه لازم يكون له عنوان، لازم يكون له عنوان كده خلاص، العنوان ده بيسموه الاي بي ادرس حلو تمام. يبقى اي جهاز اهو لو ده الجهاز بتاعي، الجهاز ده فرضا ان انا موصله بسويتش هنا، هستخدم العلامه دي عشان اوصلها بسويتش، والسويتش ده موصله براوتر، والراوتر ده كده طالع لي للانترنت خلاص، في ار ناقص هنا كمان، الجهاز ده وصل بالانترنت والدنيا تمام معاه، لازم الجهاز ده كده يكون له عنوان، العنوان ده بيبقى اسمه اي بي ادرس، ولازم يكون في فيزيكال لينك اصلا واصل فيه. طب الفيزيكال لينك ده اللي هو الكابل ده بيوصل فين؟ بيوصل في النتورك انترفيس كارد اللي هو كارت الشبكه بتاعك، اعتقد ان كلكم عارفين الكلام دول. ممكن يكون الجهاز بتاعك او السويتش ده واصل بمين يا عم، السويتش ده واصل لي كده باكسس بوينت، والاكسس بوينت دي واصله بلابتوب هنا، واللابتوب ده برضه هو كمان عليه ايه، عليه كارت نتورك كده، والاثنين واصلين ببعض اهو لينك بينهم اهو. في الحاله دي انت شغال واي فاي، بس خلي بالك الواي فاي ده برضه هو عباره عن نتورك انترفيس كارد، بس ده الميديا بتاعته اسمها ايثرنت، وده الميديا بتاعته اسمها واي فاي خلاص، ده عباره بيسموه كده اير انترفيس، انترفيس كده الانترفيس بتاعك هو الهواء بس، انما ده كده ها عاده بنستخدم الايثرنت كونكشنز، الايثرنت ده بروتوكول بالمناسبه. طيب بقى كده اول حاجه عرفناها لازم يكون عندك كارت موجود، والكارت ده هيكون عليه اي بي ادرس، لازم يكون له عنوان خلاص. بالمناسبه كل جهاز واصل في الدنيا، يعني لو عندك مستخدم تاني واصل براوتر هنا، والراوتر ده واصل بسويتش هنا اهو، والسويتش ده في مستخدم تاني كده قاعد
وواصل بيه، فهتلاقي الراجل ده هو كمان له اي بي ادرس تاني. تمام؟ طيب الراجل التاني ده له اي بي ادرس تاني اهو اي بي 2 مثلا. خلاص كل واحد فيهم ده عشان يتكلم مع التاني اللي موجود هنا ده، ده لازم يكون له رقم، وده لازم يكون له رقم تاني مختلف عنه. طيب كلام جميل ممتاز جدا. من مهامك كسيستم ادمن ان انت تكونفيجر النتورك انترفيس كارد ده عشان يكون له اي بي ادرس. ما هو لو ملوش اي بي ادرس اصلا مش هيقدر يكونكت على النتورك دي. ازاي هيوصل النتورك دي من غير ما يكون له اي بي ادرس؟ خلاص ايوه النتورك انترفيس كارد انك اهو كاتبه لك فوق اهو. يبقى اي انترفيس عندك، اي نتورك انترفيس لازم هيكون له نتورك او لازم هيكون له اي بي ادرس. طالما له اي بي ادرس هتبقى مهمتك انت كسيستم ادمن ان انت تكونفيجر الاي بي ادرس ده. طيب كلام جميل. عايز اقول لك بقى كمان ان الناس عندنا في اللينكس النتورك، عندنا النتورك امبلمنتيشن كان في منها حاجتين، او كان في اتنين نتورك امبلمنتيشن موجودين عندنا. النتورك امبلمنتيشن القديمه كان اسمها نتورك. النتورك امبلمنتيشن الجديده اللي الناس كلها شغاله بيها اسمه نتورك مانجر. دي كده كانت سهله جدا في الكونفيجر، سهله جدا 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 في الكونفيجر. عباره عن ملف كده وبتاخده تقعد تعدل فيه وشكرا بس مع السلامه. النتورك مانجر بقى هم حبوا يبنوا موديولر سيستم، سيستم كده عباره عن بيلدينج بلوكس. خلاص البيلدينج بلوكس ده هيسمح له ان هو يعمل ادفانس تاسكس. زي ايه مثلا؟ بص كده النتورك مانجر ده بيسمح لك ان انت تكونفيجر يا اما بيزك تي سي بي اي بي او اي بي ادرس سيتنجز. خلاص يعني تحط اي بي ادرس والموضوع انتهى على كده، او بيسمح لك تعمل ادفانسد سيتنجز زي مثلا تكونفيجر حاجه اسمها الفي لانز وهكلمك عنها كمان شويه، تكونفيجر مثلا ايثرنت او حاجه اسمها نيك تيمينج، وتكونفيجر حاجه اسمها بوندينج ولسه هكلمك عليهم بالتفصيل الممل كمان. ماشي بمودز مختلفه. تمام فالنتورك مانجر ده الامبلمنتيشن بتاعته كبيره جدا. مش كده وبس، عايز اقولك ان هو بيسبورت معاك ادفانسد سيناريوز، يعني ممكن تستخدمه عشان تكونكت كده مثلا على في بي ان نتورك، ولما تحب تكونكت على في بي ان نتورك كمان ممكن يسالك نوع النتورك دي ايه، هي بي بي تي بي ولا دي ايه ولا اي بي سيك ولا ايه بالظبط. مش كده وبس، ده كل واحده فيها كده عباره عن موديول. يعني ايه؟ يعني النتورك مانجر كده عباره عن بيلدينج بلوكس جنب بعض. لو عايز تغير الجزء بتاع الفيلان امبلمنتيشن مش لازم تعمل ريرايت للكود ده كله كامل، لا غير الموديول ده بس وشكرا على كده. خلاص كده ماشي. طب النتورك امبلمنتيشن القديمه دي، النتورك امبلمنتيشن القديمه دي كانت بسيطه جدا، فكانت عشان تكونفيجر الاي بي ادريسنج بس محتاج النتورك سيرفيس. طب لو عايز تكونفيجر فيلان محتاج مجموعة أوامر تانية خالص بموديولز تانية بشغلانة تانية خالص. طب لو عايز تكونفيجر البوندينج ده لازم يكون عندك باكج تالتة أساسا تسبورت معاك حاجة زي كده، بموديولز تالتة تسبورت حاجة زي كده، تخيل بملفات كونفيجريشن تانية بشغلانة. تمام طيب النتورك مانجر اشتغل بنفس الكونسبت بتاع السهولة بتاعت مين؟ ها بتاعت سيستم دي. سيستم دي قلت لك سهولتها جايه من ايه؟ ان انت بتمانج الدنيا كلها من امر واحد، والامر ده كان اسمه سيستم كنترول. خلاص النتورك مانجر بقى خد نفس الكونسبت الظريف ده. ازاي يا عم؟ قال لك انا هخليك تمانج الدنيا كلها عن طريق مين؟ عن طريق كوماند واحد اسمه NMCLI، امر واحد بس هيسمح لك ان انت تعمل كل التاسكس اللي ممكن تتخيلها في حياتك. وصلت؟ يبقى دي حاجة ميزة من المميزات بتاعت النتورك مانجر دلوقتي. طيب كلام جميل. تعال
كده نتكلم على البيزك تاسكس بتاعتك. البيزك تاسكس ان انت تكونفيجر اي بي ادرس على المكنه. خلاص الاول اول حاجه كده لو عايز تعرض الاي بي ادرس او الاي بي ادرس اللي موجوده عندك على المكنه, في عندك امر كده اسمه اي بي ادرس شو, اي بي ادرس شو. خلاص بالمناسبه ده من الاوامر القليله جدا. ايوه اللي انت تقصده الفيلان زي اللي موجوده في السويتش بالظبط. معنى كده ان المكنه بتاعتك ممكن تشغلها زي راوتر ونستيك في سيسكو. يبقى انت شغال بسيسكو, تعال اكلمك بقى بلغه سيسكو. ممكن تشغلها كانها راوتر بالظبط, مفيش اي مشكله فيه. او ممكن تشغلها اس في اي برضه نفس الحكايه, اس في اي او راوتر اوناستيك. خلاص طيب ارجع تاني بقى كده. الامر ده من الاوامر القليله جدا اللي ممكن وانت بتكتبه تختصر فيه. يعني كنت تقوله كده اي بي اي اس اي بي ادرس شو, هيشتغل معاك برضه. تاني اهو سواء استخدمت كده او استخدمت كده الاثنين شغالين زي الفل. طيب اي بي ادرس شو كده وهيعرض لك الاي بي ادريسز بتاعتك اللي موجوده عندك. بصلي كده الفيزيكال انت هتلاقي عندك دايما لوب باك انترفيس, وهكلمك على اللوب باك ده كمان شويه. هتلاقي في عندك فيزيكال انترفيس هنا اهو موجود. وبص كده الاي بي الاي نت ادرس او الانترنت ادرس بتاعك كام؟ ها شايف 192.168.101.104/24. خلاص كده. واسم الانترفيس ايه؟ اي ان او مش عارف ايه كده, شويه ارقام كده. برضو هقول لك ليه الارقام دي والارقام دي بتيجي منين. خلاص. وفي عندي كمان عندي بريدج انترفيس, عندي اتنين بريدج انترفيسز اصلا موجودين على المكنه دي اهما. طيب كلام جميل. ايه تاني؟ يبقى انا عندي اتنين بريدج انترفيسز, عندي فيزيكال انترفيس موجود اهو, وعندي لوب باك انترفيس. طيب كلام جميل. تعالى اكلمك الاول على الفيزيكال انترفيس اللي انت قابلته في حياتك, اللي انت لما بتروح كده الويندوز عندك, لما بتروح لويندوز وبتشوفه كده قدامك كفيزيكال انترفيس بتديله اي بي اللي هو مثلا زي كارت الواي فاي او زي الايثرنت. فين الايثرنت عندي اهو, شايف ده الريال تك جيجا بت ايثرنت, ده الانترفيس اللي موجود عندي. خلاص كده. طيب يبقى ده الفيزيكال انترفيس نفسه اللي انت بتروح تشتريه كده من الراجل وتروح تركبه في الايه في الجهاز بتاعك. حلو جدا. طيب البريدج انترفيس, ولسه هنتكلم على البريدجنج ان شاء الله, لسه هنتكلم على البريدجنج كده ممكن مثلا على بعد بكره, بلاش بكره لان بكره يوم الترابل شوتنج بتاعنا, بكره يوم الترابل شوتنج بتاعنا. فالبريدج انترفيس هنتكلم عليها كمان بالتفصيل الممل, وهنعمل بريدج انترفيس ونشغله, وليه هقول لك احنا محتاجين السوفت وير بريدجز ديا, كل ده بالتفصيل الممل اللي هنتكلم فيه. طيب النهارده بس احنا عايزين نكون فاهمين الاثنين الاولانيين دول. ايه بقى موضوع اللوب باك انترفيس؟ حد سمع قبل كده عن اللوب باك انترفيس؟ وقبل ما تسمع عنه بص كده على ويندوز, على ويندوز بص كده لو جيت اقول له كده بينج 127.001 من 127.001 ده يا عم بيبنج اهو صح. لو رحت على اي مكنه في الدنيا هتلاقي فيها 127.001. ايوه ايه بقى اللوب باك ده بيعمل ايه؟ اللوب باك ده لوكال نتورك. ايه اللوكال نتورك ده؟ تيستينج. تيستينج ايه بالظبط؟ تيستينج الايه؟ ها مين اللي زمان, مين زمان دول؟ زمان كانوا بيستخدموه في التيستينج؟ ده مين اللي قالك كده؟
ايه اللي ايوه يا عم انت بتقول اي كلام. درايفرز وهوستس، يعني ايه درايفرز وهوستس؟ وضح لي اكتر، انا مش فاهم الحكايه دي. معلش اعتبرني مش مهندس اصلا، انا واحد بسالك ايه هو اللوب باك، فايدته ايه؟ ولما هم كانوا بيستخدموه زمان ليه اوبريتنج سيستم جديد زي ويندوز 10 لسه مشغله؟ وليه مكنه زي لينكس دي لسه معمول لها ريليز من كام شهر لسه مشغله اللوب باك انترفيس؟ وهتلاقي برضو كده، بص كده الحلاوه دي، مدياله اي بي كام؟ 127.0.0.1. معنى كده ان لينكس مدي 127.0.0.1 والويندوز 127.0.0.1. ايه يا عم ده؟ هل الكارت بتاعك اب ولا داون؟ يعني ايه الكارت بتاعك اب ولا داون دي؟ انا مش فاهم. اقول لك على حاجه اسوأ، تعالى يا عم كده انا غلس بقى، انا هوقف لك الكارت بتاعك كله. انت بتقول لي كده؟ طيب تعال اي اف كونفج كده، اي اف داون للمعالم اللي اسمه ايه الاوضه. اهو الانترفيس بتاعك ده وقفته اطلاقا، ما عادش معايا اي بي. الانترفيس بتاعك ده وقفته اطلاقا، ما عادش معايا اي بي، خلاص مع السلامه. حتى هتلاقي الكونكشن بتاعي دلوقتي خلاص فصل، الكونكشن بتاعي دلوقتي فصل اهو. امال لازمه اللوب باك ده ايه يا عم؟ اهو اللوب باك ده لازمته ايه بقى؟ بص لوكالي، ايوه الله يفتح عليك، اي جهاز في الدنيا، اي جهاز في الدنيا خلاص في امبلمنتيشن للتي سي بي اي بي ستاك هتلاقي عليه لوب باك انترفيس، او هتلاقي عليه انترفيس وهمي، انترفيس وهمي سوفت وير انترفيس مش هارد وير. انت دايما رابط دماغك بفكره ان اي جهاز او معنى كلمه كارت او معنى كلمه انترفيس ان هو لازم يكون فيزيكال، لازم يكون كارت كده ماسكه في ايدك او كارت بتوصل فيه كابل. لا انت ممكن تعمل سوفت وير انترفيس او فيرتشوال انترفيس بقى، لو احنا اتكلمنا كده بمعنى ادق، الفيرتشوال انترفيس بتاعك ده خلاص كده هتسميه لوب باك. حلو قوي. طب اللوب باك ده لازمته ايه؟ اللوب باك ده كل وظيفته في الحياه ان عشان يقول لك ان التي سي بي اي بي ستاك بتاعتك شغاله مظبوط. طب ده هيفيدني في ايه بقى برضو؟ يعني ده هيفيدني في ايه؟ بص لي كده، لو انت عندك مكنه ستاند الون كده، المكنه دي ما فيش فيها اي كارت، فيش فيها اي حاجه خالص، ماشي سيناريو الطبيعي بتاعي، مكنة ما فيش فيها اي كارت ولا فيها اي كابل واصل، انا مشغلها لوكال يا عم مش موصله باي حاجه في الدنيا، هل ينفع انستول على المكنه دي داتابيز مثلا زي ماي سيكوال؟ هل ينفع انستول عليها سيرفيس زي الاباتشي ويب سيرفر؟ ها ينفع؟ ايوه طبعا ينفع، ينفع انستول عليها سيرفيس زي دي. طيب عايز اقول لك بقى بكل بساطه، بكل بساطه ان الماي سيكوال والسيرفيس زي الماي سيكوال وسيرفيس زي الاباتشي لازم بيكونوا بيعملوا لسن على انترفيس عندك. السيرفيس دي اصلا بيكون ليها حاجه اسمها لسنر، لسنر ده لازم يلسن كده على انترفيس ويفضل مستني الكونكشنز تجيله منين؟ من الكلاينت او من اليوزر. طيب لو انت ما عندكش اصلا، لو ما فيش اي فيزيكال انترفيس، هل السيرفيس دي ينفع تشتغل؟ لو ما فيش عندك اي فيزيكال انترفيس، هل السيرفيس دي ينفع تشتغل؟ هتلسن على ايه؟ هتلسن على ايه؟ مش هتلاقي حاجه تلسن عليها. فايه اللي هيحصل؟ السيرفيس دي هتفيل، هتفيل ان هي تشتغل. فراح عامل لك ايه؟ قال لك بس انا هعمل لك حاجه اسمها لوب باك انترفيس على كل مكنه، وهديله اي بي 127.0.0.1 خلاص، كل مكنه هيكون عليها نفس الاي بي، كل مكنه. بالمناسبه ده بيكون لوكال لكل مكنه، يعني لو عندك خمس مكنات جنب بعض
كل مكنه هيكون عليها نفس الاي بي، والاي بي ده لوكال للمكنه دي. عمر اي باكت ما تخرج، لو اي باكت راح على 127.0.0.1 عمرها ما تخرج للمكنه اللي جنبها. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، لو عايز ترن، لو عايز ترن، ها لو عايز ترن ايه؟ لو عايز ترن اي سيرفيس لوكالي، السيرفيس دي هتلسن على مين؟ على الانترفيس الاي بي بتاع 127.0.0.1 ده. بمعنى تاني، لو عندك مكنه مفيش عليها اي انترفيس كده وصل بره، وعندك سيرفيس عايز تشغلها عليها، هتقدر تشغلها دلوقتي لانها هتلسن على انترفيس ايه موجود، بغض النظر الانترفيس ده حقيقي ولا وهمي. في حالتنا ده هيكون وهمي بس برضه هيشتغل. خلاص كده. فانسى اي حد يقولك ان كان وظيفته ان انت تست ان كارت الشبكة بتاعك شغال. والله العظيم روح بنفسك وجرب، شيل كارت الشبكة من اي جهاز وشيله اصلا، شيل الكارت، شيل كده اخلعه وجرب بينج على 127.0.0.1 هتلاقيه موجود. ده كل وظيفته ان هو يقولك بس ان التي سي بي اي بي ستاك امبلمنتيشن، النتورك امبلمنتيشن على المكنة بتاعتك شغالة مظبوط، تمام كده، وهيسمح لك ان انت ترن لوكال سيرفيسز على المكنة بس. خلاص كده، ها وضحت. طيب كلام جميل، تعالى كده ارجع مين، ارجع المعلم ده عشان اكونكت ريموتلي. وهنا خد اي بي كام اصلا؟ خد 104 برضو. اهو اشتغل تاني اي اف كونفج هنا. طيب يبقى كده دلوقتي عندنا طريقتين، عندنا طريقتين، ها ان انت تعمل ايه، ان انت تعرض الاي بي ادرس بتاعتك، اي بي ادرس شو، دي واحده. الثانيه اي اف كونفج. خلاص الثانيه اي اف كونفج، ماشي، اللي يعجبك فيه مستخدمه. طيب كلام جميل، اف كونفيج اي بي ادرس شو، الاثنين يعرضوا نفس البارامترز تقريبا، بس واحده هتلاقيها مرتبه شويه، هتجيب لك الترتيب بتاعهم 1 2 3 4، وده هيعرض لك بايه، ها مش هيعرض لك الارقام بتاعتهم. طيب بص لي هنا كده، بغض النظر بقى الاثنين هتلاقيهم نفس الناتج، بس تعال بص كده، ده اسم الكارت نفسه. بعد كده ايه اللي المعلم ده بيسبورته؟ الكارت ده بيسبورت ايه؟ هو حالته اب دلوقتي، بيسبورت البرودكاست وبيسبورت المالتي كاست وشغال كمان. الام تي يو الماكسيمم ترانسميشن يونت بتاعته 1500، اكبر حجم او اكبر فريم ممكن ينقلها 1500 بايت. الاي نت انترفيس او الاي بي ادرس بتاعه كام؟ اهو 192.168.101.104. النت ماسك بتاعه 255.255.255.0. البرودكاست بتاعه اهو، ماشي كده. الحاجه اللي بعدها الاي بي فيرجن 6 ادرس بتاعه، وعايز اقول لك ان احنا هنعيش شويه في موضوع الاي بي فيرجن 6 ده. الدرس يومها هيتقلب سيسكو صرف، انا يوميها هشرح سيسكو، مش هشرح لينكس خالص. البريفكس لينث 64، وهنتكلم على البريفكس لينث ده كمان. الايثر بتاعه، ها الايثر اللي هو الماك ادرس بتاعه، كل كارت، اي كارت في الدنيا بيجي الكارت ده بيكون له ماك ادرس. الماك ادرس ده بيجي لك اصلا موجود على الكارت نفسه، يعني لو انت شارك الكارت ده من اتش بي ولا شاري من انتل، انتل وهي مطلعه الكارت هي اللي بتحط الماك عليه. خلاص ممكن تغير الماك ده كده بشكل فيرتشوال، ممكن تغيره بشكل فيرتشوال، بس في الطبيعه ما ينفعش يتغير. يعني الكارت ده لو شلته حطته على جهاز تاني، نفس الماك ادرس هيفضل برضو على الجهاز التاني، مش هيتغير. خلاص انت ممكن تعمل سبوفينج، تغير الماك ادرس ده كده بشكل فيرجوال وانت بتاتاك حد مثلا او حاجه، او ممكن تعمل حاجه زي كده، ماشي. الكيو لينث، ها
1000، ودي لو دخلنا فيها هتبقى سنه ما يعلم بها الا ربنا. كده هنخش في سكه الكي او اس كواليتي اوف سيرفيس ونتكلم على الكيوز. الار اكس الريسيفد باكيتس، ودول بيمثلوا كام بايت، دي بالباكيتس بعدد الباكيتس اهي، وده بالنسبه لعدد البايتس قد ايه، وده برضو الترانسميتد. ها الايرورز كام ايرور، مفيش عندي ايرور، مفيش دروب، مفيش اوفر رانز. الترانسميتد اهي 1185، وده بيمثل لي حوالي 127 كيلو. بعد كده الايرورز اللي حصلت على الانترفيس ده، تمام كده تمام. طبعا انا عايز اقول لك احنا هنشتغل في الموضوع ده في السكه دي كده شويه حلوين، وهنتكلم في السكه بنت اللذينه دي شويه حلوين كمان. طيب يبقى اي انت وظيفتك كسيستم ادمن، انت الكونفيجر النتورك بتاعتك. خدنا الوقت طريقتين ان انت ايه تعرض بيهم السيتنجز بتاعتك. عايز اقول لك بس قبل اي حاجه، عندك طريقتين توقف بيهم اي انترفيس عندك او تشغله. خلاص ممكن تقول له كده اي اف داون واسم الانترفيس بتاعك اللي احنا كنا لسه بنتكلم معاه هنا هون اهو. ممكن تيجي هنا كده تقول له اي اف داون وبعد كده الانترفيس، وممكن بعد كده تقول له اي اف اب وبعد كده مين يا عم الانترفيس. اي اف داون بيعمل له ديسيبل، اي اف اب بيرجع يعمل له ها انيبل مره ثانيه. يبقى دلوقتي خدنا حاجتين صغيرتين قوي يعني هنشغلين. الاول حاجه تعرض الاي بي ادرس بتاعتك او تعرض الانترفيسز اللي عندك، الحاجه الثانيه تعمل لها ديسيبل وانيبل. تمام كده الحمد لله زي الفل. طيب تعال ناخد بريك بقى وبعد كده نرجع نكمل النهارده، نشرح موضوع الاي بي فيرجن 4 ونتكلم على الماك ادرس وازاي نسيت الاي بي فيرجن 4 بتاعك. خلاص كده ونايه ونكمل بقيه الدرس. بس ناخد بريك بس 5 دقايق ونايه ونرجع نكمل ان شاء الله. حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ حد عنده اي مشكله؟ اتفضل. ايوه كنترول الت ديليت التارجت مالها؟ سنتوس كامل اللي عندك. لا لازم هتلاقيه موجود، هتلاقيه موجود في يوزر لب سيستم دي سيستم، هتلاقيه اسمه كده كنترول الت ديليت التارجت في المكان ده هتلاقيه موجود، هتلاقيه موجود ما تحاولش. خلاص جرب تاني هتلاقيك بتستخدم باث غلط بس. تمام طيب هناخد بريك ونرجع نكمل ان شاء الله.